تعلم أن قراءة القرآن والعبادات والذكر تجنبك صرف الكثير من الأموال على الأطباء والأدوية خلال حياتك. لماذا؟ لأن الكثير من الأمراض النفسية والجسدية لها أيضا أسباب روحانية. هناك طبعا أسباب طبية مثل القلق المفرط، الأكل السام الغير صحي مثل تناول السكر والكحول والمخدرات، أكل اللحوم المحقونة بالهرمونات وشرب المياه الملوثة. لكن لا يجب أن نغفل عن الأسباب التي لا نراها مثل العين والحسد والأسباب المتعلقة بعالم الجن من اختراق وتسلط وتلبس الشياطين والسحر. فالإنسان لما يقرأ القرآن كل يوم ويحافظ على صلاته وأذكاره ويطبق المنهاج الصحيح في الحياة، لأن الإسلام في الحقيقة نمط حياة كامل، فهو يحصل على هديتين. الأولى هي الحماية والحصانة، فلا تخترقه الشياطين، وبذلك يتجنب الكثير من الأذى الذي تسببه الشياطين والذي يظهر في أشكال مختلفة: كوابيس، هلع، خوف، قلق، تفكير مفرط، ذهان، اكتئاب إلى آخره. كم من الأموال تصرف على ثيرابي سيشنز وعلى الأطباء النفسيين بسبب هذه الأعراض؟ الهدية الثانية هي أن الاستقامة تمثل النمط المثالي والصحي للإنسان، يعني لا يوجد كحول، لا يوجد إدمان، لا يوجد تدخين، ولا توجد علاقات محرمة تسبب أمراض معدية، ولا توجد إباحيات. هذا الإنسان منضبط، يتحكم في غضبه ويزكي نفسه ويسامح ويساعد الغير، فهو بذلك على نمط يجنبه الكثير من التوتر والكثير من الأمراض. فالنتيجة الأولى مع النتيجة الثانية تنشئ إنسان في سكينة واستقرار نفسي، مما يمكنه من تكريس الكثير من الوقت للعمل النافع والعائلة، لأنه لا يملك وقت ضائع على الشهوات والإدمان والأمراض، وبذلك يوفر الكثير من المال.